فالجبهة الثورية تعلن عن تجميد عضويتها بتحالف نداء السودان والحرية والتغيير. تفصل الصحيفة في هذا الموضوع وتقول: كشف عضو الجبهة الثورية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد سيد أحمد عن اتخاذ قيادة الجبهة لقرار قضى بتجميد عضويتها داخل كل من تحالف نداء السودان وقوى الحرية والتغيير. وقال السيد أحمد في حوار مع أخبار اليوم إن القرار جاء بعد دراسة الجبهة للموقف السياسي، حيث ستقوم بإجراء تفاوض منفصل مع الحكومة المرتقب تشكيلها من قبل العسكري والتغيير في مقبل الأيام، وفقا للاتفاق الذي جرى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.